سي فرح والمخرج جورج العلي. عناوين النشرة: ماكرون يدخل مباشرة على خط حل العقدة الشيعية ولم ينجح في تليين موقف بيروت. دخان بقايا الحريق في المرفأ فوق بيروت وعمليات تبريد متواصلة. تظاهرة الثورة على طريق قصر بعبدام ومواجهات مع الجيش. هولي مجموعة سلطة لعبة أجهزة أمنية ما لح تسنين عم موقفنا. قوى الأمن عن الكورونا في سجن رومي، إصابة 13 سجينا وتسعة عناصر. بومبيو قلق من تحركات تركيا في شرقي البحر المتوسط. بدون أي تردد، هلأ هو الوقت الأنسب لتستثمر وتزيد مصرياتك. شركة سي اف اي مع أكثر من 22 سنة خبرة وسيط واسع بهالمجال، هي اليوم دليلكن للسوق العالمي. عمولات، ذهب، نفط، أسهم شركات عالمية وكتير مجالات غيرها. استثمروا مصرياتكن هلأ مع CFI. تصلوا على 01-333-525 أو زوروا cfilebanon.com. ثبت خطواتك مع CFI. مع مرور 40 يوما على انفجار بيروت، لا شيء سيعوض ألم أهالي 192 شهيدا ولا عزاء لهم عندما يستحيل إيجاد رأفة لدى السلطة أو إحداث التغيير المفروض أن يكون بحجم الكارثة. وليس أبلغ من صورة الشارع على طريق قصر بعبدة أمس الذي تحول إلى شارعين، الأول للانتفاضة يطالب باستقالة رئيس الجمهورية ومحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ، والثاني للتيار الوطني الحر دفاعا عن رئيس الجمهورية فيما عمد الجيش إلى الفصل بين التظاهرتين. طريق قصر بعبدة المقفل في وجه الثورة يبقى مفتوحا بانتظار زيارة الرئيس المكلف مصطفى أديب حاملا مسودته الحكومية. أزمة التأليف قابعة في مربع الجمود بسبب العقدة الشيعية المستعصية حتى على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أجرى اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري من دون التوصل إلى نتائج إيجابية. ووسط تكتم عين التين على مضمون الاتصال، أفادت المعلومات أن ماكرون حاول إقناع بري بالتخلي عن تمسكه بحقيبة المالية، ولكن بري لم يوافق وشدد على اعتبار الحقيبة مسألة ميثاقية تعود للطائفة الشيعية، مشددا على تمسكه أيضا بتسمية وزيرها. وكان بري التقى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعيدا عن الإعلام وأبلغه أيضا جوابا حازما بأن الثنائي الشيعي لن يتنازل عن المالية. ولا يستبعد أن يزور الرئيس المكلف مصطفى أديب اليوم قصر بعبدة ويعرض على رئيس الجمهورية مسودة حكومة مصغرة مؤلفة من اختصاصيين ومستقلين والمداورة في الوزارات والحقائب، وهو أمر قد لا تكون طريقه مسهلة في قصر بعبدة. المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يانكوبيتش استذكر انفجار بيروت بألم وشدد على أن التحقيقات الشفافة والمساءلة الشاملة تمنع تكرار مثل هذه الجريمة. مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات دعا إلى تشكيل حكومة ذات صدقية في لبنان بشكل عاجل قبل إطلاق مرحلة ثانية من الدعم المالي للبلاد الغارقة في أزماتها. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي خصص 79 مليون دولار للاستجابة الطارئة بعد انفجار المرفأ، وأشار إلى أن الدفعة التالية من التمويل ستكون لإعادة الإعمار، لكنه حذر من أنه يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الإصلاحات، لأن المجتمع الدولي ليس على استعداد لدعم من قاموا بممارسات أدت إلى انهيار مالي وأزمة اقتصادية.
وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زين عكر دعت الضباط والعسكريين اللبنانيين في المنطقة الحدودية إلى ضرورة ضبط ومراقبة الوضع الأمني على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، وأضافت خلال جولة لها على الحدود الجنوبية أن التزام لبنان بالقرارات الدولية لا يعني التخلي عن مبدأ الحق الطبيعي بالدفاع عن النفس. طالب النواب من المعارضة في ولاية بادن فورتنبرغ الألمانية الحكومة المحلية والمخابرات بالكشف عن كامل نشاطات حزب الله في ولايتهم، وتحدثوا عن حسابات مصرفية لأعضاء في الحزب في البنك الوطني للولاية. وطالب النواب من حزب الليبراليين الأحرار بالكشف عن تفاصيل تخزين حزب الله لنيترات الأمونيوم في الولاية. على صعيد آخر، أفادت صحيفة الساندي تايمز البريطانية أن الاستخبارات البريطانية توصلت بعد تحديث تقييمي إلى أن تحالفاً ربما نشأ بين حزب الله ومنظمة الجيش الإيرلندي الجمهوري الجديد، وبموجبه يمد الحزب اللبناني نظيره الإيرلندي بالمال والسلاح. دخان فوق بيروت بعد الفاصل.